مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. حان الان موعد بدء المسابقات والهزار والضحك، وكمان هنقضي مع بعض وقت حلو جدا جدا. يلا على طول بدل ما نضيع وقت نتعرف على الاسرتين اللي منورين النهارده، ونبتدي على طول بالاستاذ ياسين. ياسين، ازيك يا ياسين؟ الحمد لله. عندك كم سنه؟ عرفنا على نفسك اكتر. 8. 8؟ في سنه كام انت؟ جريد 2. جريد 2، ماشي اوكي. اختك اسمها ايه؟ ريتال. ريتال، عندك كم سنه؟ 10. 10، انت اللي اكبر؟ شكلك اصغر. لا، بس انت اللي اكبر. تاخدي بالك منه بقى وكده. ماشي ماشي يا ريتال. ماما نهله. عندك بتشتغلي او حاجه؟ لا، ربيت منزل. اوكي، مش هسالك عندك كام سنه. مش هسالك، انا عادي الموضوع ده. ايوه. عماد. عماد ان شاء الله. تشتغل ايه حضرتك؟ مدير مبيعات. مدير مبيعات. انتوا من القاهره؟ القاهره. اجدع ناس. طيب نتعرف بقى على اسره الاستاذه دهب. ازيك يا دهب؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. عرفيني عن نفسك اكتر، وقولي لنا عندك كام سنه وكده. عندي 7 سنين في جريد 1. وجريد 1؟ ماشي. ورقيقه كده على طول؟ ماشي. فهد اخوكي؟ امال ايه؟ ابن خالي. ابن خالك؟ ماشي. انت عندك اخوات؟ اه. عندك اخوات صغننين اكيد، عشان كده ما عرفوش يجوا النهارده. اه. ماشي يا فهدود، ابن الخاله بيبقى دايما اخ. انت بقى بتاخد بالك دايما منها وكده؟ ماشي. قول لنا عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. في جريد 5. اه. بلعب كرة قدم. راس حربة. يا ولد، على راس الحربة. طب انت جاي النهاردة متحمس بقى تبقى راس حربة الأسرة بتاعتك؟ أكيد. ماشي أكيد، حلو قوي، عاجبني الحماس ده. ماما. هاي. اسمي شهد. ازيك يا شهد؟ ازيك، عاملة ايه؟ تشتغلي؟ لا، ربة منزل. ربة منزل، مهم جدا. ربنا يعينكم. هنعمل ايه؟ اي لا، ربنا معاكم يا رب. استاذ عصام المعربي، اعمال حره. اهلا وسهلا. الاسره من القاهره برضه؟ من القاهره. طيب يلا بينا نبتدي على طول، بس قبل ما نبتدي عندي شويه شروط وقواعد احب ان انا اقولها لكم قبل ما نبتدي رحلتنا. اوكي. اول حاجه، احنا ما بنمسكش الموبايل بتاعنا خالص، موافقين؟ موافقين. تاني حاجه، احنا لما بنلعب بنلم ورانا الحاجات كلها. اوكي. تالت حاجه، احنا ما بنلعبش هنا بالعنف خالص، يعني ما فيش ولا زق ولا ضرب ولا اي حاجه من الحاجات دي. موافقين؟ موافقين. ماشي. اخر حاجه بقى، عايزه اقول لكم ان احنا انتوا عندكم يعني وسيله مساعده في فقره من الفقرات اللي فيها اسئله، لو لقيتوها صعبه شويه ممكن ان انتوا تبقوا بتستدعوا ولي امر ماما او بابا يجاوبوا بدلكم، او ان انتوا تبقوا بتغنوا ونشوف بقى هيحصل ايه. موافقين؟ موافقين. يلا بينا نبتدي على طول. انا عايزه اعرف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، فانا هسالكم اسئله راندوم كده ونشوف اكتر اسره عارفه بعضها ومتماسكه كده. وايه ربنا يستر، شاهد حاسه انها ايه قلقت كده. طيب بابا، قول لي يا بابا ايه اكتر حاجه هم بيحبوا يتفرجوا عليها في التلفزيون؟ روتي بتحب تتفرج على اليوتيوب على بلاك بينك، فريق بلاك بينك. يوتيوب اصلا؟ اه يوتيوب. اوكي. هو برضو ياسين برضو نفس الكلام، يوتيوب برضو. فبوش على التلفزيون؟ لا عادي، ساعات ساعات، بس بابا مش متابع. اه ماشي اوكي. يا بابا قول لي اكتر حاجه دهب بتتفرج عليها في التلفزيون؟ يوتيوب طبعا. برضو يوتيوب، ما بتفرجيش على التلفزيون؟ ساعات برضو. ساعات برضو. بتتفرجي على ايه؟ كرتون مثلا؟ اوكي كتير. بحب الافلام. بتحبي الافلام كمان، بس بابا مش متابع. ماما قولي لي ايه اكتر خروجه بتحبها في ريتيل؟ بتحب تعمل الشوبينج وننزل انا وهي عباس العقاد وكده، يعني نتمشى اكتر، خروجات هي بتحبها. ده صح الكلام ده؟ اه. ماما عارفه كل حاجه؟ اه. ماشي. طيب قولي بقى ايه اكتر حاجه دهب بتتضايق منها جدا جدا لما حد ياخد، يعني حد ياخد منها حاجه، ايه الحاجه دي؟ التليفون. التليفون؟ انا وهي. انت وهي اصلا بتتضايقوا سوا؟ اه. ماشي اوكي. قولي لي ايه اكتر واحد صاحب اخوكي بيحبه جدا؟ معاذ. معاذ؟ ده حقيقي؟ اه. ده البيست فريند بتاعك؟ اه. ماشي. طب قولي لي انت يا دهب اكتر حاجه فهد بيحب ياكلها. دي سهلة دي ولا ايه؟ اه سهلة جدا. سهلة جدا المفروض. يلا قول يا دهب. بطاطس مهروسة. بطاطس مهروسة؟ لا. طب امال ايه؟ شاورما. شاورما، يعني بتحب تاكل شاورما. ماشي اوكي. طيب يعني احنا يعني واضح ان احنا مش عارفين بعض قوي يعني، ومش متابعين بعض قوي، بس يمكن اللي جاي احنا نعرف يعني نظبط فيه اكتر بروحنا الحلو. اوكي؟ خلينا نبتدي على طول واقول لكم ان احنا عندنا بقى مراحل الاسئلة بتاعتنا متقسمين، انا مين او انا ايه، ودي كل الاسره بتشترك فيها، وبعدين صح وغلط واختيارات، ودي بس انتوا الاساتذه انتوا اللي بتجاوبوا لو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. اوكي يلا بينا نبتدي على طول ونقول اول سؤال هنا. انا مين او انا ايه، فيلم مثل فيه عمرو دياب ومديحه كامل ونعيمه الصغير. عودي يا بليا، عودي يا بليا، عودي يا بليا، اسمه ايه يا ماما؟ خمسة
أربعة تلاتة اتنين ينفع واحد العفاريت بخ مش اوكي. السؤال هنا، مين بطل فيلم آخر الرجال المحترمين؟ ايه يا شهد؟ متفرجش على التلفزيون؟ مش كريم عبد العزيز؟ لا ايه؟ آخر رجال المحترمين كريم عبد العزيز كانت ولد أصلا مع ايه؟ كان صغير. لا معرفش معرفش. خمسة أربعة تلاتة سمير غانم. ايه؟ سمير غانم. لا الفنان نور الشريف حقيقة يعني. اوكي ماشي صفر صفر. هنا تبادل السلع بدون نقود بيسمى؟ ايه الأسئلة الجامدة دي؟ شفت بقى دي جاية لك، دي المفروض تبقى سهلة. تبادل السلع من غير نقود؟ اه آخد حاجة وأوديك حاجة تبقى اسمها ايه؟ من غير فلوس. مؤايدة. مؤايدة؟ طب ايه؟ ماشي سهلة جدا من كتر سهولتها مثلا. اوكي ماشي. أخذ السلع والخدمات مقابل عملة، عملة معتمدة يعني. شراء. شراء شكرا. انتوا ليه انتوا من كتر ما السؤال سهل ولا ايه؟ ماشي اوكي. مكتبة رقمية مصرية انشأتها الحكومة في 2016 تعتبر مصدر لمن يرغب في التعلم او الاستمتاع بالقراءة. نقدر نستخدمه بقى في المذاكرة. عندنا بقى حاجات كتيرة، حاجات كتيرة قوي، معلومات كتيرة قوي. خمسة. السؤال أربعة. مكتبة رقمية مصرية أنشأتها الحكومة في 2016 تعتبر مصدر لمن يرغب في التعلم أو الاستمتاع بالقراءة. خمسة أربعة. طب ولو أنتوا مش عارفين؟ تلاتة. ما بتستخدموهاش في المدرسة. اتنين واحد. بنك المعرفة. ما قلتلكش بقى. ماشي. تتنفس السمكة عن طريق الخياشيم. بشكرا فندم، شكرا جدا. وبكده نبقى خلصنا الجزء الاول وصحصحنا كده وفوقنا. واضح ان احنا لسه مش مفوقين قوي، بس هنفوق باول مهمه معانا. مين هيعمل اول مهمه معانا؟ بصوا بقى يا حبايبي، اول مهمه عندنا بتبقى ان في البول الحلو بتاعنا ده كوره كبيره جدا سرقه كوره يد غير الكور الصغيرة دي، اللي هيجيبها الأول هيبقى كسب، أوكي؟ جاهز؟ جاهزة؟ جاهزين تشجعوا؟ طب يلا بينا. ريدي ستادي جو! إيه فين التشجيع ده؟ يلا يا أسو. يلا يا أسو. إيه ده؟ إيه ده؟ ده إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ تعالى يا ابني الله أكبر. ياسو جابها في أول ثانية. ملحقوش يا جماعة. شطاره حلاوه. انت عارف ان انت اول اسرع واحد تجيبها لغايه دلوقتي؟ مش عارف ده. والله العظيم شاطر جدا، شاطر جدا جدا جدا. لا سجل رقم قياسي، ده سجل رقم قياسي في البرنامج. برافو جدا جدا جدا. الله الله على الروح الرياضيه. شكرا يا دودو. يلا نخش على اللي بعده. صح وغلط. صح وغلط يعني الولاد والبنات بس، ولو ما عرفتوش هتاخدوا وسائل المساعده. اوكي اوكي ماشي. سؤال صح وغلط. في اغنيه غنت للاب اسمها سيدي الحبايب يا دانا يا انت لا 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 لا. اللي بتغني الاغنيه دي اسمها الفنانه شاديه. اه متاكد؟ برافو صح. ماشي اللي بعده. عكس كلمه المستقبل الماضي. اه يعني فهد بيقول لي ايه ده. اوكي صح سهله جدا. ماشي السؤال هنا. صغير الكلب يطلق عليه جرو. سهله قوي دي. صح ولا غلط؟ صح. صح؟ أكيد. أكيد مش كده. طب أنت واقف ساكت ليه؟ ماشي هنا. تنتفخ الوسادة الهوائية عند التصادم لامتصاص طاقة التصادم وحماية الراكبين. صح. صح طبعا فهد برضو بيقول صح. صح جدا جدا جدا. طيب احنا خلصنا الأسئلة بتاعت صح وغلط، وكل واضح ان هو شاطر جدا جدا جدا. مين جاهز يعمل المهمة التانية؟ هنعمل ايه بقى؟ هنسمع كل واحد عارف طبعا صوت اهله، فهم كل واحد من كل اسره هيوجه كل اللي انتوا يعني اللي قدامكم كده علشان يبقوا بيروحوا بيعدوا من الاقمعة دي ويعدوا كده لغايه ما يوصلوا الاخر. الفكره ان لو حد وقع قمع هيرجع من الاول، وهنشوف مين اللي هيوصل اسرع. جاهزين؟ مين هيتكلم الاسره دي؟ شهد. شهد ماما. مين هيتكلم الاسره دي؟ انا. بابا. ماشي يبقى مش انت خالته بقى صح؟ انا عمته. انت عمته؟ ماشي اسمع كلام عمته
يا فهد، وانت اسمعي كلام بابا ويلا بينا. ريدي ستادي جو. لا لا، من عندك من عندك من عندك، امشي على طول من عند حضرتك، من عند حضرتك. يمين يمين شويه، شمال يا روتي. بس ايوه خليك، لا ايوه امشي على طول، كملي امشي على طول. لا لا لا، ثانيه ثانيه، ايوه على طول، ايوه امشي بقى على طول، شمال يا روتي، شمال يا روتي. والله يا شمال يا فهد، رورو شاطره، لا انت يمين شويه، الشمال اللي ما بتاكليش بيها. على طول على طول على طول على طول. رورو شطارة، حلاوة، طعامة لذيذة. برافو برافو برافو، يلا خش على اللي بعده. يلا صحصحنا بقى وفوقنا أكتر. يلا بقى كده، احنا ايه الفريق ده مقطع الدنيا كور بقى وايه. ماشي اللي بعده. اختيارات، يعني نختار ما بين ثلاث اختيارات. السؤال هنا: بطلة مسلسل في لالا لاند، دنيا سمير غانم، دينا الشربيني، منى زكي. طبعا دنيا سمير غانم. سمي كوكب الأرض بالكوكب الأزرق، الأصفر، الأحمر. أزرق. الأزرق، برافو. ماشي، جنسية اللاعب كريستيانو رونالدو؟ لو مش عارف في وسيلة مساعدة: أرجنتيني، برتغالي، أسباني. برتغالي. برافو جدا. جنسية اللاعب ساديو ماني؟ سنغالي. سنغالي. برافو برافو برافو، شطاره، حلاوه، تعاون، لذاذه. هم شاطرين جدا جدا، واعتقد ان انتوا جاهزين نخش على المرحله اللي بعدها ونشوف بقى ايه اخبار جسمنا، صاحي زي مخنا ولا لا. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. طيب جينا بقى للتوازن، وهنشوف النهارده اخبار التوازن ايه مع الاسرتين اللي معانا، ونبتدي على طول. والنادي اللي جاهز، مين جاهز؟ حضرتك يا استاذه هتروحي وترجعي من غير لما توقعي الطبق اللي في ايدك ولا كره واحده تقع. اوكي جاهزه؟ انتوا جاهزين تشجعوها؟ طب يلا، ريدي ستيدي جو. انا بقى احب قوي 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 الخبط في اللعبه دي، اقعد ارمي كور كده. الله 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 الله، هتقع يا جماعه، هتقع هتقع. ايه ده، شطاره قوي. انت بتلعبي رياضه؟ بتلعبي ايه؟ سباحه. سباحه، والسباحه بتخليكي متوازنه كده. والنبي شاطره. ايه ده 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 ايه ده. والله شاطره جدا 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 جدا. يلا اخوها تعالى، شكلكم بتشيلوا صواني في البيت يا ولاد، شكلكم كده بتساعدوا ماما صح؟ اه، وتشيلوا الصواني كده وتبقوا خايفين الكوبايه تقع صح؟ شكلكم كده ساعدوا ماما، دي حاجه حلوه في حد ذاتها. يلا ياسر، يلا. اه تخليني ابقى، تخليني ابقى ايه، متعاطفه معاكم. طب تشجيع ولا سينو مش معاكم؟ اه هو معاكم صح؟ يلا ياسر. ايوه. ايه ده ايه ده ايه ده، ده رجع بسرعه قوي، ده انا ما لحقتش، ده انا بروح يمين وشمال لقيته مشي. يا شراره يا حلاوه يا طعامه، برافو برافو برافو. طب يلا ماما. يلا يا ماما. يلا يا ماما. يلا على مهلك. يلا يلا يا ماما، كانها صينيه اكل عادي جدا. بصي صينيه شاي، صينيه شاي داخله تديها للضيوف عادي عادي جدا 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 جدا. شفتي 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 الثبات الانفعالي؟ ام مصريه اصيله، بيد واحده يا اخواتي، وفي صينيه ثانيه وفي ثانيه. لا 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 عادي جدا جدا جدا، كانت هتقع ولكن عدت يا جماعه. شطاره حلاوه، تعالى يا استاذ. وريني عادتك بقى يا بابا في البيت، وهم حواليك كده بيشيلوا وبيعملوا حاجات فظيعه جدا. ايه الشطاره؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه العيله المتوازنه دي؟ بابا سريع. تلعبي رياضه يا دودو؟ تلعبي ايه؟ يلا يلا. سباحه برضو؟ طب هم اللي بيلعبوا سباحه بقى شاطرين ولا بيقعوا في البول؟ بيقفوا في البول ولا بيبقوا شاطرين؟ برافو يا دودو، بيبقوا شاطرين. يا نهار ابيض على التركيز، برافو برافو. مش ممكن. برافو. ولا كوره برافو. ولا كوره. انت كمان بتشيلي ثواني مع ماما؟ برافو. شكلها كده لا ماشي، بس خلاص اطمنا ان انت لو شلتي سنيه مش هتقع ان شاء الله صح يا ماما ولا ايه؟ برافو دودو. يلا يا فهد، وريني بقى كره القدم هتنفعك في ايه؟
يا حارس يا مرمى. حارس مرمى مين؟ حارس مرمى راس حربة صح؟ كان راس حربة ولا حارس مرمى؟ كنت ايه؟ الله في كرة وقعت منك، في كرة وقعت منك يا دول، وانت بتلف بس ها؟ وقعت ولا ما وقعتش؟ وقعت. ماشي اوكي. طب هنشوف بقى في كور تانية طبعا ولا ايه؟ لا مش ممكن يا جماعة، ده شطارة قوي ده، ده ايه ده؟ يلا يا ماما. يلا يا شه، ماما هتقع، ماما هتقع؟ لا ماما طبعا بتمسك صواني عادي جدا، دي اسهل حاجة عند ماما. يا سلام يا ماما، يا سلام يا ماما، وهي داخلة علينا بصواني فيها شاي، فيها سندوتشات، فيها ايه، فيها ايه؟ بس هتقع ماما؟ لا مش هتقع ماما، برافو يا ماما. يلا يا بابا. طالما بيساعد في البيت نخف الكور عليه. بس ايه؟ بيساعد في البيت بس هيقع. هيقع، شكله هيقع؟ مش هيقع. هيقع؟ مش هيقع، برافو والله. ما دي بقى متعلم، متعود، متعودة. برافو والله. شطارة حلاوة طعامة لذاذة. خليك بقى يا أستاذ، خليك، تعالى يا أستاذ بابا التاني بقى. هنشوف بقى مين بابا، مين اللي هيقع بابا مين؟ هاتوا هاتوا حاولوا مين، هنشوف مين اللي هيقع التاني. يعني؟ هتعدوا وتقفوا في النص وهتخبطوا في بعض. لا احنا هنقع احنا، ده ايه ده؟ والله ما قلتلكوش؟ لا يلا ما هتقعوا انتوا الاثنين، انا هبقى مبسوط عادي. هنقع عادي، ما هو حد فيكم هيقع. بابا بابا بابا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ عماد ولا حصان؟ يلا اضربوا اضرب. ايه الله 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 الله، ده ما عملش حاجه، ده لسه ما عملش حاجه. والله شاطر جدا 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 جدا. ماشي احنا ما عملناش حاجه خالص وهم طلعوا شاطرين قوي، اما نشوف بقى يعملوا ايه في الفي ار. يلا بينا. جينا بقى للعبة الفي ار ونشوف ريتال هتعمل ايه معانا النهارده. جاهزين تشجعوا ريتال؟ جاهزين. يلا يا ريتا، يلا ريدي ستيدي دوسي كونتينيو اند جو. يس يلا. ايوه اخبطي كل زهرة تشوفيه قدامك وحاسبي من اي بلوك يا بنتي، تشوفي بلوك تيجي كده على طول، وكده على طول، ايوه وكده على طول، وتحت بقى. ايوه اطلعي بسرعة، هاي نفسك يا خلابي. ايه ده، هو انتوا ليه ساكتين كده؟ هو انتوا ليه ما بقى ماشيه كويس؟ شجعوها انها ماشيه كويس. طب تشجيع. مش ممكن، احنا لما بنشوف حد ماشي كويس بنشجعه. ارجعي ورا شويه، ارجعي ورا شويه، ارجعي ورا شويه يا ريت. ماشي. لا 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 الله الله الله، ماشي برافو. الله الله على الخماس، الله يا ناس. يلا يلا ماشي برافو. ماشي ماشي برافو كده، ورا كده، ورا ورا سن، ورا سن، برافو. ماشي حلوه قوي قوي الكلام ده يا جماعه، بنشجعها يا جماعه. برافو برافو، بيقول لك برافو. سامعه؟ طب كويس. ارجعي ورا يا ريتا. كمان كمان يلا يا ريتال، يلا يا ريتال. والله شكلها هتكسب يا جماعه وهتعملها. هتعملها ولا ايه؟ الله 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 الله. بس عملنا مجهود خطير خطير خطير. يلا مين اللي بعده؟ يلا بينا نشوف دهب هتعمل ايه؟ نشجع دهب؟ يلا يا دودو، يلا يا دودو دوسي بلاي. ايوه بلاي، برافو. ايوه ايوه، لا نتحرك اكتر من كده، مش هينفع ده بالرقه دي، مش هينفع الرقه دي والله. الله الله الله، حاسبي حاسبي حاسبي، بلوك تيجي فيكي، حاسبي حاسبي. يا نهار ابيض، تحت تحت، بس احنا هنحاول برافو يا دودو. يلا برافو يا دودو، يلا برافو، يلا يلا بابا بيشجع بقى. يلا يا دودو، يلا يا دودو، يلا برافو يا دودو. النبي شاطره والله، شاطره ياتي على عجباني دي قوي، عجباني قوي. يلا الله الله، ويمين وشمال. بنلعب تنس يا اخواتي، بنلعب تنس والله. برافو. حسب يلا حسب. برافو. اي اي اي، ده ايه ده؟ صعب قوي اللي بيحصل ده، مش عارفه بوطي معاكي ليه، بس حسب. يلا يلا برافو برافو. يلا الله لا لا الله لا 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 لا، والنبي شكلها هتعملها ولا ايه؟ بابا متحمس قوي يا دودو. برافو يا ذهب، يلا يا ذهب، ذهب ارجعي ورا يا ذهب.
ارجعي ورا سنه، ارجعي ورا سنتين، ارجعي ورا يا ده، برافو برافو، يلا يلا كمان، ارجعي ورا كمان، ارجعي ورا كمان، شاطره والله شاطره ومركزه، مش ممكن الرقه دي وراها تركيز رهيب. برافو يا دودو، يا برافو يا دودو، ده شكلها هتكسب يا جماعه، شكلها كده هتعملها، شكلها كده هتعملها، يلا بيقول لك يلا يلا, يلا يا دهب كسبت ولا ايه؟ كسبت يا جماعه، عملتها يا جماعه، دهب كسبت يا جماعه، شطاره حلاوه ساكته كده ومدكنه وعارفه كل حاجه خالص خالص خالص. تعالوا نروح نسمع حدوته ونرجع بقى نكمل لعبنا ومسابقتنا وتحدياتنا. الله بي بأصحاب رحلتنا السعيدة وبأصحابي اللي معايا النهاردة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهاردة اسمها صهيل من دهب. صهيل ده صوت حيوان من الحيوانات. حد يعرف صوت أي حيوان؟ الحصان. صهيل ده صوت الحصان ودهب هو اسم الحصان. يا ترى إيه حكاية دهب وليه القصة اسمها صهيل من دهب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي لما نحكي حكايتنا ونقول إن دهب حصان اتولد في قصر صاحبه اسمه السيد شهاب الدين، ما بيحبش غير اللون الأبيض، بس للأسف دهب كان لونه أسود. أول ما اتولد وشافه السيد شهاب الدين قال إيه ده؟ حصان لونه أسود في القصر بتاعي؟ ده ما يستناش أبداً ولا لحظة. لكن مامة دهب كانت موجودة في الصبل الخيول وقالت له عشان خاطري خلي دهب هنا حتى لو في أي مكان غير الإسطبل، بس يبقى موجود في نفس القصر اللي أنا موجودة فيه. السيد شهاب الدين وافق بس على شرط إن دهب يروح يعيش في المزرعة اللي جوه القصر مع حيوانات المزرعة. حيوانات المزرعة اللي هي إيه بقى؟ الجمل والحمار والبقرة والخروف. خروف. الأربع حيوانات دول كانوا عايشين في المزرعة ودهب راح يعيش معاهم. كل واحد منهم كان بيحب دهب وكان بيشوف ان دهب مسكين، انه صاحب القصر مش بيحبه وانه بعده كمان عن مامته، فكان دايما حزين وساكت ما بيكلمش حد. يوم بعد يوم، احنا عارفين يا ولاد ان احنا اول ما بنتولد بنعرف نتكلم؟ لا، لما بنكبر شويه ماما وبابا بيعلمونا ننطق كلمه كلمتين لحد ما بنعرف نتكلم زيكم دلوقتي. دهب كبر شويه صغيرين يحاول انه يصهل، احنا قلنا الصهيل ده صوت الحصان، مش عارف يحاول تاني مش عارف، مع الوقت ما بقاش ليه صوت خالص، مش عارف يصهل، يعني حصان اخرس ملوش صوت. حد فيكم يعرف ليه هو اخرس؟ ليه ملوش صوت؟ ممكن يكون تعبان. عشان ايه؟ عشان هو لونه اسود. مش بس لا، لونه ملوش دعوه بصوته، هو ليه مش بيعرف يصهل؟ عشان مامته ما قعدتش معاه وعلمته. برافو، عشان هو بعيد عن مامته، هو بعيد عن مامته فحاسس انه وحيد، وكمان عايش في وسط حيوانات هو مش زيهم. يعني احنا عارفين انه كل حيوان من الحيوانات له بيت، وبيت كل حيوان له اسم. الحصان او الحصنه بتعيش في بيت اسمه الاسطبل مثلا، الاسد بيعيش في بيت اسمه العرين، يقولوا عرين الاسد. فدهب ما كانش عايش في الإسطبل مع الخيول اللي زيه، لكن كان عايش في المزرعة. هل هو زي حيوانات المزرعة؟ لا. كل واحد فيهم له صوت مختلف، كل واحد فيهم بياكل أكل مختلف، فكان حاسس إنه وحيد، بس في الوقت نفسه كان بيحبهم مش بيكرههم. لما كان السيد شهاب الدين يعدي ويزور المزرعة ويشوف دهب يقول له إيه؟ حصان أسود وأخرس واسمك دهب. دهب إيه؟ ازاي اسمك دهب؟ دهب ده حاجة قيمة مش كده؟ وحاجة غالية، المفروض اللي يبقى اسمه دهب ده يبقى حد كده جميل. صاحب القصر لما كان يروح المزرعة اللي فيها دهب ويشوفه كان دايما يقول له كلام يضايقه، دايما يحاول يحسسه انه هو ملوش لازمة، ملوش قيمة، حصان اسود وكمان ملوش صوت. انا بس مخليك هنا عشان مامتك ما تزعلش، لكن انا مفروض اطردك بره القصر. دهب كان يزعل
ويقول أنا ماليش ذنب في لوني. هل إحنا لينا ذنب في شكلنا؟ لا. مش ربنا هو اللي خلق لنا الشكل اللي إحنا اتولدنا بيه؟ آه. يبقى لازم نحبه. لكن لو كل واحد قال شكلي مش عاجبني، أنا مش عاجبني شكلي، ده صح؟ لا. غلط. غلط. دهب هو له ذنب إنه لونه أسود؟ لا. هل ده معنى كده إنه السيد شهاب الدين ده يعمل معاه التصرف ده؟ هل ده تصرف صح منه؟ لا. تصرف غلط. هو ذنبه إيه إنه لونه أسود؟ لكن مفيش فايدة. هو مقتنع إنه دهب ما يقعدش في الإسطبل عشان لونه أسود. أي حاجة لونه أسود بيرفضها تماماً. طب أنا في أول القصة قلت لكم إنه السيد شهاب الدين بيحب اللون الأبيض. حتى الزهور اللي زرعها في حديقة القصر، جنينة القصر، لونها أبيض. مين فيكم بقى يعرف يقول لي إيه الزهور اللي لونها أبيض؟ زي الورد. إيه؟ الورد. في ورد أبيض. برافو. إيه كمان؟ الزهور. في زهرة صغنانة كده ريحتها حلوة قوي لونها أبيض. ها؟ اسمها من حرفين بس. ها؟ حد فيكم يعرفها؟ لا. الفل. الفل. وكمان الياسمين. الاثنين دول زهور جميلة ريحتها حلوة قوي والاثنين لونهم أبيض. حتى تعرفوا إن مامة دهب السيد شهاب الدين كان مسميها إيه؟ ياسمين. عشان هي لونها أبيض. مامة دهب الحصان، مامة دهب كان مسميها ياسمين عشان هو لونه أبيض، عشان كده كان بيحبه قوي. بس لما اتولد دهب أسود خلاص مش عايز يشوفه أبداً أبداً أبداً. مين اللي كانت مصاحبة دهب كل يوم أول ما تصحى؟ تصحى طول الليل وتنام طول النهار. البومة. البومة بالليل كانت تصحى في جنينة القصر تلف فوق الشجر، تلاقي دهب قاعد لوحده تحت الشجرة ساكت مش عارف يتكلم، تهز فرع الشجرة يبص لها، تقعد تلعب معاه، هي تطير وهو يجري، هي تطير وهو يجري تحتها، ويلعبوا مع بعض حتى من غير صوت. المهم ان هم بيلعبوا وهم مبسوطين هما الاثنين. في يوم من الايام يا اصحابي حصلت حاجه غريبه جدا. دهب قرب من سور القصر، شاف خيال بره سور القصر. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ جري 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 عند الشجره اللي واقفه فوقها البومه، وقعد يهز الشجره ويحركها كده بدماغه. البومه حست ان في حاجه. ايه؟ عمل راسه ناحيه سور القصر. طارت البومه ناحيه سور القصر. عارفين لقت ايه؟ ايه؟ لقت لصوص حراميه عايزين يسرقوا القصر. تفتكروا ده بيعمل ايه بقى؟ يساعد اللصوص ان هم يدخلوا القصر؟ لا هيساعد القصر. هيعمل ايه عشان ينقذ القصر؟ هيمشي الحراميه. هيمشي الحراميه عليهم وهيخوفهم عشان هيخوفهم باللون. دهب عمل ايه؟ جري 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 بسرعه عند سور القصر، وقعد بسرعه برجليه يحفر يحفر، عمل حفره كبيره قد كده واستخبى ورا الشجره. الحرامي الاولاني نط من سور القصر، وقع الحفره. الحرامي التاني نازل، دهب راح مشنكله، راح واقع هو كمان الحفر. في اللحظه دي يا اصحابي دهب قعد يقول يا رب يا رب يا رب صوتي يرجع، يا رب هم ممكن يطلعوا من الحفره ويسرقوا القصر، يا رب صوتي يطلع، بس عشان حاجه واحده، عشان الصهيل بتاعي يعمل ايه بقى؟ يصحي كل اللي نايمين جوه القصر. القصر. سبحان الله، ربنا استجاب لدعاء دهب. فجاه صوته بقى قوي وصحى بصوت عالي عالي عالي. ايه ده؟ كل اللي في القصر صحيوا، قالوا ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ الحراس طلعوا والسيد شهاب الدين طلع، كلهم راحوا ناحيه ايه؟ الاسطبل. مش الخيول كلها فين؟ الاسطبل. راحوا ناحيه الاسطبل، فتحوا الاسطبل لقوا الخيول نايمه. الله، امال الصوت ده جاي منين؟ الصوت ده جاي منين؟ صهل تاني دهب، سكتوا شويه وفضلوا يمشوا في الجنينه ورا الصوت، لقوا الصوت جاي من ناحيه سور القصر. ايه ده؟ الصوت ده صوت مين؟ أول ما قربوا لقوا الحفرة الكبيرة أوي الحراس، بصوا في الحفرة لقوا مين فيها؟ الحرامية. الحرامية. الله، السيد شهاب الدين قال إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ حرامية جوه القصر وصهيل وأنا مش عارف جاي منين. لقى مين بيطلع من ورا الشجرة؟ ده دهب. قال له إيه ده؟ أنت؟ قال له آه.
أنا دهب. قال له دهب؟ أنت اللي عملت الصوت ده يا دهب؟ قال له أيوه. قال له أنت مالكش صوت؟ قال له بس في اللحظة دي ربنا رجع لي صوتي وصهل دهب. كل اللي في القصر وقفوا، إيه ده؟ إزاي كده؟ تفتكروا بقى السيد شهاب الدين اللي هو صاحب القصر وقتها هيبقى عامل إزاي؟ رجعه القصر. رجعه القصر. هيبقى حاسس إنه ظلم دهب؟ أيوه. وحاسس إن مين اللي أنقذ القصر؟ دهب. طب أنا عايز أسألكوا سؤال. دهب محدش بيحبه في القصر ولا صاحب القصر، مش كان ممكن يقول أنا ماليش دعوة، مش هنقذ القصر ده عشان صاحبه مش بيحبني؟ صح. مش ممكن كان يقول كده؟ بس هو اتصرف إزاي؟ عمل إيه؟ نقذ القصر وأنقذ القصر. ليه بقى؟ لأن الحصان من أخلاقه حاجة اسمها الفروسية. يعني إيه الفروسية؟ يقولوا لما يلاقوا حد يا أولاد كده أخلاقه حلوة وإنسان نبيل يقولوا ده فارس. يعني إيه فارس؟ يعني أولاً دايماً بيتصرف صح، لو حد أذاه مش على طول هو يأذي، لو شاف حاجة غلط ما يسكتش عليها. دي أخلاق، الأخلاق الحلوة. دهب لأنه حصان حتى لو مش بيتكلم لكن أخلاقه أخلاق الفرسان، مفكرش لحظتها إن صاحب القصر بيأذيه، فكر في حاجة واحدة، إنه عايز ينقذ القصر ده عشان سبب كمان مهم جدا جدا جدا. مين اللي عايشة في القصر؟ مامته. أولا مامته، فكان لازم ينقذ القصر عشان الحرامية لما يدخلوا ما يسرقوش الخيول وفيهم مامته. تاني حاجة كمان، لما سيد شهاب الدين قرب منه وقال له ممكن أسألك سؤال يا دهب؟ قال له تفضل. قال له ممكن أعرف أنت ليه أنقذت القصر رغم أن أنا مش بحبك ودايماً أقول لك كلام وحش؟ عارفين قال له إيه؟ قال له كفاية أن أنا عايش هنا وباكل هنا واتولدت هنا، القصر ده زي الوطن، أن أنا حسيت أني اتولدت فيه وعشت فيه لازم أحميه. مش إحنا لو حاجة حصلت في بلدنا مش لازم نحميها؟ صح؟ حتى وإحنا صغيرين كده ممكن نحميها؟ دهب كان حاسس ان طبعاً دهب كان حاسس ان القصر ده زي الوطن لازم يحميه ولازم يعمل اي حاجة عشان يحمي الناس اللي عايشة فيه. والحمد لله لان هو فكر صح وكانت نيته حلوة ربنا انقذه. السيد شهاب الدين طبطب عليه وقال له انا اسف يا دهب، انا اسف، انت عقلك كله ذكاء، عرفت بسرعة كمان تتصرف يا ولاد في حاجة مهمة اسمها سرعة البديهة. يعني إيه سرعة البديهة؟ يعني لو اتحطيت في موقف أفكر بسرعة إزاي أتصرف. دهب فكر بسرعة قبل ما صوته يرجع له وعمل إيه؟ الحفرة عشان الحرام يقع فيها. لكن لو كان وقف ساكت كده، عارفين بقى الحرامية قالوا إيه لما طلعوه من الحفرة؟ ها؟ الحرامي بيقول لصاحبه إيه؟ أنت مش تنبهني إن في حفرة هنا وإن في حصان؟ قال له ما هو لونه أسود، ما عرفتش أشوفه في الضلمة. شفته؟ يعني اللون الأسود هو اللي أنقذ القصر. دهب لو كان لونه أبيض زي السيد شهاب الدين ما بيحب، مش كانوا الحرامية شافوه؟ وكان ممكن هم يعملوا فيه حاجة يضربوه بحاجة؟ لكن لونه أسود في الضلمة، حد شافه؟ لا حد شافه. يعني اللون الأسود هو اللي أنقذ القصر. شفته بقى؟ السيد شهاب الدين فعلا لما سمع الكلام بتاع اللصوص الحرامية سكت كده وبص في الأرض وقال إيه؟ أنا كنت غلطان، كل حاجة ربنا خلقها ليها لازمة، اللون الأسود اللي أنا كنت بكرهه لولا كان القصر ده هجموه الحرامية. وقال لدهب أنت من النهاردة الحصان بتاعي اللي مش هيفارقني أبدا. ليه؟ لأن عقلك كله ذكاء والذكاء مهم وأغلى من الذهب، وقلبك كله حب، الحب أغلى كنز في الدنيا بما فيها الذهب. إيه رأيكم في قصتنا النهاردة؟ حلوة. إيه رأيكم في ذهب؟ حلو. يا جميلة. طيب قولولي كده، إيه اللي عجبكم في قصة النهاردة؟ إيه اللي عجبنا؟ الحصان الأسود عشان هو أنقذ القصر وأنقذ كل حاجة، عشان لولته ما كان القصر كله اتخطف. بالظبط كده. ايه كمان؟ خلاص، عشان هو ساعد القصر، وعشان لو كان ساب القصر كان هيضربوه وهيسرقوا البيت.
طبعا. ايه كمان؟ هو بطل وفكر بسرعه. برافو، هو بطل وفكر بسرعه، لازم وذكي، وكمان اهم حاجه ان قلبه كله حب وخير. اتمنى اصدقائي دايما تبقوا في حب وفي خير وفي سعاده، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سامح. يا سلام. طيب جينا دلوقتي بقى للمتاهه بتاعتنا، ومعانا المراوح بتاعتنا. النهارده هنهوي بالمراوح بقى، وهنشوف مين فيكم اللي هيوصل الكوره الاول الناحيه الثانيه. جاهزين؟ جاهزين. اتفضل مروحه حضرتك، اتفضلي مروحه حضرتك، ونحط الكور تحت ونقول ريدي. انا هرجع لورا، ستادي، هرجع لورا لما اثبت الكوره. اوكي اند جو. بنهوي؟ لا، ايه ده، ايه ده، انت بتهوي رقيق قوي 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 يا ريتا، مش ممكن. بتطلعيها تاني؟ يا نهار ابيض، ينفع كده يا جماعه؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب روحي من الناحيه الثانيه يا ريتال. والله برافو، ماشي. ريتال دخلتها في البلوك الثالثه، حلوه قوي 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 الكلام ده. وكمان فهد دخلها في البلوك الثالثه. دلوقتي احنا في نفس المرحله، مين من غير لما تلمسي الكوره بالهوا بس. فهد شكله يا جماعة، شكله يا جماعة كده هيخرجها، شكله كده هيخرج. خرجت يا جماعة، خرجت خرجت. فهد متألق يا جماعة النهاردة، مش ممكن، وبيبعت بوسة. وإيه، تعالوا نخش نشوف بقى إيه إخواتهم هيعملوا إيه في اللعبة اللي جاية على نفس الترابيزة. نيجي بقى للعبة التانية، ونشوف بقى الفريق ده هيكمل كده على نفس الوضع ولا هنعمل إيه. بس كل واحد عارف هيعمل إيه طبعا، صح؟ يلا نبتدي على طول بالاستاذه دهب، بما ان انكم الفريق اللي كسب في اللعبه اللي فاتت، وهنشوف بقى تكملي زي فهد ولا لا. اتفضلي، يلا كملي او اعملي. ما وقفتش، اتفضل. ولا دي وقفت، يلا. الله، طب اسرع بقى يا سيدي. انا الكره هتيجي مره الناحيه دي، يلا. ياسين شكله واثق من نفسه قوي. واثق من نفسك ياسين؟ انت بتلعب اللعبه دي دايما ولا ايه؟ اكيد. ده ايه الثقه دي وانت بتلعبي اللعبه دي؟ طب معلش جربي، يمكن تيجي. انت بتتدرب بقى، ضرب من ورانا. ايه ياسين ده؟ ده ايه الثقه دي؟ ياسين ده انا ما بعرفش اوقفها دايما. يلا يلا، برافو دودو. برافو يا دهب، جت مره الناحيه دي، ماشي ياسين. اوكي يلا يا دهب، جبتيها مره، جبتيها مره، يمكن تيجي تاني، ماشي. ياسين لو جبت مرة واحدة هنبقى كسبني. يلا يا دهب، يلا يا دهب. روحي هاتيها بسرعة، وارجعي بسرعة. يلا ارجعي، حطيها العبي، العبي دور. ماشي. يس، ياسين كسب كده، حد عوض وخد طار اخته يا جماعة. يلا نشوف اللعبة اللي بعدها هنعمل ايه. برافو. جينا بقى للعبة التالتة، ونشوف بقى فهد ولا ياسين اللي دخلوا أكبر عدد كور من أكبر عدد كوبايات ممكن. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي أند جو. ماشي، لا كملوا بقى، نشوف بقى مين هيدخل إيه. الله، فهد دخل كورة في كوباية. ماشي، هتيجي هتيجي ياسين، هتيجي ياسينو، ركز ياسينو. فهد هيدخل كور تانية ولا لا؟ هنشوف. بنت لذينة. بنت لذينة. يلا يلا. كانت هتخش يا سيل. ماشي، كانت هتخش يا فهد. ماشي، قربت الكور تخلص. الحمد لله دخلنا هنا كورة، بقينا متعادلين. تخلصت كده بقى، ايه فاضل لك؟ بس خلصت كده، احنا تعادلنا حقيقه، يعني الولاد اتعادلوا كوبايه وكوبايه، كوره وكوره. ماشي، هنشوف اللعبه اللي بعدها هيحصل فيها ايه.
جينا بقى لغايه اخر لعبه معانا النهارده، وطبعا ختامها مسك. البنتين الامارات دول هنشوف مين فيهم اللي هيعرف يشد المناديل من غير لما يوقع ميه علشان المناديل ما تتقطعش. جاهزين يا بنات؟ جاهزين يا اختي. على البنات الطف الكائنات. ماشي يلا، ريدي ستادي اند جو. الموضوع ده محتاج تركيز، ثقة. يا نهار ابيض عليك يا ريتال. ايه يا ريتال التهور ده؟ تهور و و و عارفه هي بتعمل ايه يا جماعه؟ هي عارفه بتعمل كويس. ماشي خليكي زي ما انت. يا حرام. شفتي الثقه ازاي ده عملت ايه؟ هل انت بقى التأني ده هيوصلنا ولا هنعمل ايه؟ ما نعرفش هيوصلنا ولا هنعمل ايه. هو عامه في التأني سلامه وفي العجله ندامه. عارفه انت الموضوع ده يا ريتا؟ استعجلت انت في الاخر، وشكلنا بنستعجل هنا وماشيين بخطى ثابته. سبحان الله يا رب سبحان الله. خلصت؟ لا ما خلصتيش. هاتي عندك. شاطره دهب هي اللي كسبت، مع ان ريتان اللي كانت هي اللي سابقه بشكل كبير جدا، بس الثقه الزايده خلتها تخسر. مش مهم ومش مشكله، المهم ان احنا اتبسطنا جدا النهارده، صح؟ في بقى انبساط تاني بكره عشان الجزء التاني بكره. اوعوا تروحوا في حته تانيه بكره في نفس الميعاد، استنونا عشان نكمل الجزء التاني. عندنا لعب ومسابقات وتحديات اكتر. يلا باي باي.